ده. دلوقتي انا لو علمت على البيانات يا جماعه بالشكل ده وخدتهم كوبي وخدتهم كوبي وجيت وقفت هنا، لاحظ ان كود الصنف في صف والربح والمنطقه، وجينا فتحنا البيست واخترنا من هنا كده حاجه اسمها ترانسبوز من الاوبشن بتاعه البيست، فبتحول لي الصفوف الى اعمده، يعني كود الصنف بدل لما كان موجود هنا في صف اهو هينزل هنا معايا في عمود في لحظه، في لحظه واحده، حتى لو الداتا عندك كبيره وكتيره. وتقدر دلوقتي بمنتهى السهوله ان انت تروح من قائمه داتا وتعمل فلتر، او تروح من قائمه هوم على سورت اند فلتر وتعمل فلتر براحتك. طب ايه موضوع بقى الدايناميك ترانسبوز ده؟ ودي يعني حاجه قويه جدا وحصريه معانا دلوقتي. انا